مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم الى حلقه جديده من الوطن اليوم. من المواضيع التي سنناقشها في البرنامج: السعوديه تشارك في مؤتمر السياحه الحلال، التعليم في رؤيه 2030 تنميه بشريه ومناهج متطوره. ايضا سنناقش: كفيف يقتل الاعاقه بالتفوق. عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو، فيما وقعت حكومة السعودية وبوركينا فاسو اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة. استعرض العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس من بوركينا فاسو استعرض إذن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وجرى خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيسان اليوم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات. عقب ذلك جرى توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينا فاسو. ووقع الاتفاقية أو تم توقيعها من قبل الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فيما وقعها من الجانب البوركيني وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والأمن الداخلي سايمون كومباري. تشارك السعودية في مؤتمر ومعرض السياحة الحلال الذي يعقد في مدينة قونيا التركية إلى الفترة ما بين 3 إلى 5 من مايو الحالي برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحضور عدد من الوزراء يتقدمهم وزير السياحة التركي وحشد عالمي كبير. من جانبه صرح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد عن انطلاق فعالية أعمال الدورة الثانية لمؤتمر السياحة الحلال في قونيا التركية، مشيرا إلى أهمية السياحة الحلال الخالية من الكحول وأيضا الشواطئ النسائية وتأثيرها الإيجابي على معدل الدخل الاقتصادي للدول، مبينا أن أكثر من 1.2 مليار سائح جابوا العالم في عام 2015 من بينهم 110 ملايين سائح مسلم، فيما بلغ حجم الإيرادات نحو 150 مليار دولار وفقا للوكالات. عبر الهاتف مباشرة من الجبيل ينضم لنا الخبير الاقتصادي السيد فضل بولعينين. أستاذ فضل، السعودية إذن تشارك في هذا المؤتمر، مؤتمر السياحة الحلال في تركيا، هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه، لكن مؤتمر كهذا يعني يدرس ويناقش السياحة الحلال الخالية من الكحول التي توفر أيضا بعض الخصوصية للنساء خاصة، ما مدى أهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأكيد أن هذا الجانب غاية الأهمية للأسرة المسلمة وللسائح المسلم أيضا، الذي يركز كثيرا على جانب الترفيه البريء، جانب أيضا السياحة الخالية من المحرمات، وبالتالي يكون هناك قطاع متكامل يقدم هذه الخدمات للراغبين في الاستمتاع بالسياحة بعيدا عن منغصاتها المتعارضة مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وبالتالي أعتقد أنه إطلاق السياحة الحلال ربما لا يكون مناسبا، فيفترض أن نجد أو تجد أيضا الدول المجتمعة اليوم مصطلحا أكثر حضارية فيما يتعلق بتوافقه مع السياحة، كالسياحة الأسرية على سبيل المثال أو السياحة المجتمعية بعيدا عن. طيب هل الآن بعيدا سيد فضل عن الاسم ربما والاختلاف عن العنوان أو الاسم لهذا المؤتمر، لكن دعنا نتحدث قليلا في الفحوى، يعني في ما يهدف إليه هذا الاجتماع، هذا المؤتمر، يعني السياحة ربما توفر بعض الخصوصية للأسر، بعض الخصوصية للنساء في الشواطئ، يعني وبنظر إلى تقاليد ربما المملكة العربية السعودية المحافظة، إلى أي مدى يمكن أن يفيد أكثر على المستوى الاجتماعي وأيضا على المستوى الاقتصادي؟ اليوم الموجه الحقيقي للسياحة هي الأسرة بمن فيها، ومن ضمنها إما الزوجة المرأة أو البنت أو الابن، وبالتالي جميع الأسر في أمس الحاجة إلى أن يكون هناك قطاع متكامل يقدم لهم ما يحتاجونه في قطاع السياحة بعيدا عن كما أشرت عن المنغصات أو أي محرمات أخرى.
المرأة المسلمة أيضا هي تريد أن تستمتع في البحار، تريد أن تستمتع في الاستجمام أيضا بخصوصية ليست انعزالية، ولكن على الأقل بخصوصية تساعدها على الالتزام بمعايير تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا سيدعم السياحة بشكل أكبر، وسيدعم أيضا قطاع الإيواء، وسيدعم أيضا قطاع الترفيه، وربما يلحق به قطاعات أخرى كالسياحة، كسياحة التسوق على سبيل المثال، والسياحة العلاجية التي اليوم أصبحت جزء رئيس من منظومة السياحة الكلية. أنا أعتقد أن هذا جانب مهم ويدعم هذا التوجه. المملكة العربية السعودية أيضا من أكثر الدول التي يخرج منها السواح إلى الخارج، تنفق أكثر من 100 مليار ريال تقريبا على السياحة الخارجية. ومن الطبيعي إذا ما وفرت الدول الأخرى متطلبات الأسرة السعودية سيكون جزء كبير من هذا الإنفاق موجها لها. طيب إذا ما بحسب الأرقام، بحسب دراسات ربما المعلومات التي لديك، يعني نعلم بأن الأسر السعودية أو المجتمع السعودي خاصة يعني في كل فرصة في كل إجازة ربما يحاول الذهاب إلى الدول السياحية أكثر، إلى البلدان المجاورة إن كان دولة الإمارات إلى الدول الأخرى. لكن إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام وبالنسب، قطاع السياحة أو المجتمع السعودي الذي ربما يستثمر أكثر في هذا القطاع، ما هي النسب؟ أشرت إلى الرقم كرقم إنفاق، وهذا هو الأهم حقيقة. عندما نتحدث عن إنفاق يقرب من 100 مليار ريال، هذا رقم حجم كبير. جميع الدول السياحية تتمنى أن يكون هذا الإنفاق موجه لها بشكل عام، وبالتالي جزء من تطبيق متطلبات السياحة للأسرة السعودية هو من المحفزات التي يدفع هذه الأسر على القدوم إلى هذه الوجهات السياحية. هناك نقطة مهمة، بعض الدول لا يمكن أن تلتزم بالمعايير الشرعية بشكل كلي، ولكن هذا لا يمنع أن توفر متطلبات أيضا السياحة الأسرية المتوافقة مع الاحتياجات، وأيضا توفر سياحة أخرى لمن يطلبها أيضا. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من الجبيل، الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا. جاء إعلان رؤية السعودية 2030 مواكبا لرسالة التعليم وداعما لمسيرتها لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات مستقبلا. وانطلاقا من هذه الرسالة جاءت الرؤية لتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية، ورفع جودة مخرجاتها، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، أيضا الارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم. ومن الأهداف الجديدة بحلول عام 2030 سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. كما أكد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بأن رؤية المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد ل15 سنة مقبلة. عبر الهاتف مباشرة من الرياض ينضم لنا الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم. أستاذ مبارك، التعليم إذن في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 هو لتنمية بشرية ومناهج متطورة، لو تحدثنا بشكل ربما مفصل أكثر فضلا عما ذكرنا قبل قليل في الخبر عن أهداف التي ربما رسمت للتعليم في هذه الرؤية. أهلا بك أختي الكريمة وبالأخوة المشاهدين الكرام. طبعا كما تفضلت، التعليم محوري في أي تحول، لأن رسالته كما يعلم الجميع هي رسالة تحمل شاطري الفكر والتطبيق أيضا المهني، وهي الرسالة التي تشكل في الواقع ملامح التغير. التعليم بشكل أساس واضح حقيقة ومحوري في برنامج التحول الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وإذا ما نظرنا إلى ما يمكن أن يكون في المشهد التعليمي موضحا في سياق هذا التحول أو هذه الرؤية التي أعلن عنها، فنجد أن التعليم بمساراته المتعددة
تعلق بالمعلم وتعلق بالبيئة وتعلق بالمناهج وتعلق بالطالب وتعلق بالعناصر التي نعرفها جميعا. الوزارة في هذه المرحلة مرحلة تحاول تستهدف هذه العناصر بشكل مكثف، سواء المعلم. اليوم الوزارة أعلنت قبل قليل من خلال مؤتمر صحفي لمعالي وزير التعليم عن برنامج تدريبي للمعلمين، برنامج تدريبي دولي، برنامج ابتعاث يبتعث أكثر من 1000 معلم سنويا إلى عدد من الدول حقيقة التي فيها تجارب تعليمية وتجارب تربوية مختلفة، للوقوف وأيضا التعرض لهذه التجارب سواء في المجال التطبيقي أو المجال الأكاديمي والنظري. الوزارة أيضا تواكبا مع هذا تركز أيضا على إعادة قراءة مناهجها، المناهج إعادة تقييمها وتطويرها. أعلنت عن برنامج ارتقاء، وهو برنامج حقيقة وطني أطلق بقرار حقيقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في بداية عام 37 هذا العام، والبرنامج يهدف إلى إشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية على المدى البعيد، يعالج ما يمكن أن يكون هناك من ضعف في مشاركة الأسر في العملية التربوية والتعليمية وفي دورها حقيقة لتعزيز القيم والهوية الوطنية. وهذا مسار يتواكب بطبيعته مع برنامج التحول. الفجوة تفضلي. طيب، يعني كل هذه الأهداف، ربما الخطط التي رسمت لهذه الرؤية، ربما يعني لكي تتكلل بالنجاح 100% والنجاح يعني ربما الكامل، هل ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف؟ هل هناك من لجنة ربما ستشرف على تنفيذ كل خطط هذه الرؤية؟ نعم، منذ أن أعلن حقيقة عن رؤية المملكة والتحول الذي أعلن عنه سمو الأمير، والوزارة أعلنت في حين مع الوزير تشكيل لجنة لمتابعة دور التعليم والشطر الذي هم التعليم في هذه الرؤية، وبدأت مبكرا حقيقة هذه اللجان وبدأ العمل، وقدم حقيقة الكثير من الرؤى ومن المبادرات التعليمية والتربوية التي تشمل كل مسارات التعليم، ونوقشت في اجتماعات وفي لجان متخصصة، وعرضت أيضا شواهد ونماذج منها في مجلس الاقتصاد والتنمية من خلال تقديم مع الوزير لهذه الرؤى لهذه المحاور وهذه المبادرات. الوزارة لديها ما يقرب من 40 مبادرة كلها تتواكب مع التحول الوطني ومع الرؤية الوطنية 2030. نعم. وتعمل الآن على تفعيلها من خلال لجان. طيب، من خلال البرامج من خلال الرؤية. أستاذ مبارك، هذه الرؤية هي كما قلنا هي تنمية بشرية ومناهج متطورة، وكلها تصب في منفعة الطالب والطالبة. يعني ماذا تقول لهم يعني فيما يخص مستقبلهم التعليمي في ظل هذه الرؤية؟ حقيقة يعني أقول أن الوزارة الدولة في رؤيتها 2030 ركزت في الواقع على التعليم، وأعطت التعليم اهتمام كبير جداً. وإذا ما نظر للتعليم فهو معلم وطالب وبيئة، فأقول إنه على المعلم وعلى الطالب وعلى أيضا الشركاء في العملية التعليمية، المجتمع والإعلام والأسرة بشكل خاص، أن يتواكبوا فعلا مع هذا التوجه، وأن يسهموا بدورهم الفعال فعلا في هذه العملية التعليمية والتربوية الكبيرة التي تعمل الوزارة على القيام بمهامها ودورها فيها خلال إن شاء الله الفترة الزمنية، وهي 5 سنوات الآن محددة للتحول الوطني الذي أعلن عنه سمو الأمير. وندعو الحقيقة لكل الشركاء فعلا أن يتفاعلوا وأن يقوموا بدورهم في هذه المهمة التي نتمنى لها ونتطلع أن تكون إن شاء الله ثمارها. شكرا لك. شكرا للأستاذ مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض. فاصل قصير مشاهدينا ونعود. أهلا بكم من جديد. لفت الطالب الكفيف أنس علي عبد الله الزهراني أنذار محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مساء يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال تكريم سموه لأبنائه أوائل طلاب جدة المتفوقين بحضور المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي. وكان الزهراني الطالب بمدارس الثغر بجدة الذي يعاني من فقدان البصر أول من صعد منصة التتويج برفقة بعض زملائه الذين قدوه لتسلم جائزته من يد محافظ جدة، حيث احتضنه
بأبوة وأشاد بقهره للإعاقة ولتميزه وما جعله يتفوق على الكثير من أقرانه المبصرين بحسب قوله، كما حفز سموه الطالب بالعديد من العبارات التي رسمت ابتسامة عريضة على ملامحه على مرأى ومسمع من مدير عام التعليم بجدة، الذي ذكر أيضا لصحيفة عكاظ أن مثل هذا الطالب وبقية زملائه المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمون للجميع درسا حياتيا عنوانه أن الإعاقة يقهرها الطموح ويقتلها النجاح ويدفنها التتويج. عبر الهاتف مباشرة من جدة ينضم لنا السيد علي عبد الله العمري الزهراني والد الطالب المتفوق أنس. أستاذ عبد الله، أستاذ علي، مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية نبارك لك ولابنك أنس على هذا التتويج، وأيضا نريد من حضرتك أن تعقب على تتويج أنس بهذه الجائزة وأيضا رد فعلك يعني لما وصل إليه إلى حد الآن. الله يبارك فيكم، وحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. أشكر في المقام الأول صاحب السمو والأمير مشعل بن ماجد، وأشكر مدير تعليم جدة، أشكر كل من سعى وساهم في وصول أنس إلى هذا المستوى من التفوق من إدارة مدرسة ومعلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التكريم سبب له في الوصول إلى أعلى الدرجات بإذن الله تعالى. طيب يعني أنس تحدى ربما الإعاقة، ورغم كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه طالب متفوق جدا وحصل على هذه الجائزة، ماذا تقول لأقرانه للأطفال ربما الذين في عمره الذين لم تسمح لهم الفرصة لكي يصلوا إلى هذا المركز أو لكي يدعموا من قبل محيطهم أسرتهم ولكي يحققوا النجاحات، ماذا تقول لهم؟ أتمنى من الجميع المثابرة من أجل الوصول إلى أعلى الدرجات، يعني وأتمنى كذلك من أهليهم توفير لهم الجو المناسب حتى يصلوا إلى ما وصل إليه أنس من التفوق وفي الدراسة. طيب أنتم كأسرة، حضرتك وأيضا أسرة أنس، كيف تدعمون أنس؟ كيف تجعلونه يقهر هذه الإعاقة وكيف ساعدتموه لكي يصل إلى ما وصل إليه الآن؟ بتوفير الجو المناسب لأنس في البيت في الدراسة، مساعدتي إذا احتاج إلى مساعدة من هذه الوسائل ومن هذه السبل. نعم، طيب يعني بعض الأحيان يعني حتى يعني وإن كان ناجحا أنس أو وصل إلى ما وصل إليه حصد هذه الجائزة متفوق في دراسته، لكن لا شك بأنه كانت هناك تحديات لكي يصل إلى كل هذا، ما التحديات ربما التي واجهته وكيف ساعدته على أن يتخطاها؟ أنس لديه الحماس الذاتي بالدراسة وحب التعلم، كذلك عنده حب المدرسة والمواظبة على الحضور بانتظام. عند أنس الاعتماد على النفس وحب الاطلاع، يحب القراءة كثيرا، أجده دائما ما يجد ما يمسك بالكتب، يقرأ ويبحث. أي موضوع يمر على أنس لا يمر سريعا، إذا لم يجد إجابات كافية على هذا الموضوع يبدأ بإثارة الأسئلة حول الموضوع إلى أن يجد إجابات شافية وكافية لهذا الموضوع. طيب إضافة إلى ربما دور المعلمين، دور ربما المدرسة، الدور الأهم بحسب حديثك هو دور الأسرة، ما قولك لجميع الأسر الذين لديهم بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الإعاقة لا تكون يعني سبب لعدم التعلم، قد يكون الإعاقة سبب ودافع للتعلم وإلى التميز كذلك. الأسرة لها دور كبير في جعل الطفل يتخطى هذه الإعاقة، يقارع أقرانه من الأسوياء على مقاعد الدراسة. الأسرة لها دور كبير في تحفيز الطالب حتى يصل إلى أعلى الدرجات. نشكرك جزيلا ونبارك طبعا مرة أخرى لأنس على تفوقه، وشكرا لك سيد علي عبد الله العمري الزهراني والد الطالب المتفوق أنس، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من جدة.
بتسارع تطورات التقنية تسارعت الحياة، أصبح المجتمع لا يرضى بأقل من خدمة إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها شراء احتياجاته ودفع قيمتها بطريقة إلكترونية، ومن ثم يتسلمها من أمام باب منزله. فعلى الرغم من المتعة التي قد يشعر بها البعض أثناء ذهابهم للتسوق بين المحال في الأسواق التجارية، إلا أن ما يقارب 46% من السعوديين يفضلون التسوق عبر الإنترنت. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي انا اشتريت بضاعة عن طريق الانترنت، كيف طريقة الاستلام بيكون؟ عندك رقم الشحنة بس حبيبي؟ بالرغم من أن التجارة الإلكترونية صناعة ناشئة في المملكة العربية السعودية، فإنها بحسب دراسات اقتصادية تشهد سنويا نموا كبيرا، إذ بلغ مقدار التعاملات في التجارة الإلكترونية 1,100,000,000 ريال سعودي شهريا. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت في المملكة 50,000,000,000 ريال سعودي سنويا مع نهاية السنة الجارية، لتصبح المملكة من أكثر الدول نشاطا في مجال المدفوعات الإلكترونية. ويعزو خبراء اقتصاد سعوديون ذلك النمو الكبير إلى توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن والتغيير الكبير في ثقافة التجارة الإلكترونية لدى المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة بسبب الشبكات الاجتماعية، فضلا عن انتشار الهواتف الذكية التي أصبحت مؤخرا إحدى القنوات الفعالة في إجراء كثير من الأعمال الشرائية. التجارة الإلكترونية أصبحت واقع وليست حلم، واقع ملموس وموجود وحيكبر بالتكنولوجيا الموجودة. صار في تكنولوجيا عالية جدا ترفع تجربة العميل وأيضا ترفع من توقعات العميل، لذلك لازم يتواكب معها تواصل قوي جدا بين شركات الشحن وبين المواقع والتجار والمتاجر لإعطاء تجربة عميل قوية جدا تجعل العميل جدا سعيد بالشراء الإلكتروني. دائما الجديد مرغوب، عرفته؟ الجديد دائما مرغوب. بعدين غير كده معظم الناس المتعلم الجاهل يعني أصبح يخش في عالم النت، عرفته؟ وعالم النت أصبح الآن يعني قرب كل شيء ممكن يكون في متناول اليد، بس ب ب ب ب ب ب ب بدوسة بتاع الزر انك انت تستطيع انك تشتري اي حاجه في ارجع في اركان العالم، عرفتها؟ يعني ده بي يعني بي بي مؤشر او بيديك مفهوم انه فعلا العالم اصبح كغريه يعني. هلا كسائر كثير من الشابات والشباب اصبحوا اليوم لا يرتادون المحال التجاريه الا عند الحاجه الضروريه، لانهم يرون في المتاجر الالكترونيه خير بديل. هلا اكتشفت ان التسوق الالكتروني يمكنها من ان تشتري ما تشاء وتحصل على ما تريد بكل يسر وسهولة، ويريحها من الخروج في الزحام ومن جدال البائعين، فضلا عن أن التسوق الإلكتروني يوفر البضائع بسعر أقل مما هو في السوق التجارية. أنا أفضل التجارة الإلكترونية. ليش؟ لأسباب. أسباب إنه أول شيء توفير للوقت، إنه هو يكون موفر للوقت. ثاني حاجة ما أضطر إن أنا كل بعد شوية أقول فلان وديني السوق، جيبني من السوق، حطني في السوق. المهم فهذا الشيء. الشيء الثالث انه غير ان توفير الوقت ده، انه سهوله وصول المنتج ليك. يعني سهوله وصول المنتج ده يساعد كثير انه خلاص اروح للشيء الاسهل. ليش انا اروح اتعب نفسي واقروش نفسي في المحل طالما انه كل شيء بيجيني خلاص من خلال الانترنت او من شيء ابسط؟ انا افضل التجاره العاديه لانه فيها متعه التسوق اكثر. يمكن يعني التجاره الالكترونيه ما اشوف فيها متعه. التسوق انت عارف عند بالذات النساء حاجة مقدسة، لما انا انزل السوق اتفرج واشتري غير لما انا اقعد الكترونيا. بس لو انا في حاجة معينة حطتها في بالي اكيد يعني ابغاها وعارفة ايش هي، ممكن التجارة الالكترونية بتسهل علي هذا الشيء. وتشير الدراسات الى ان اكثر من 15 مليون شخص في السعودية يستخدمون الانترنت، وان قرابة 5 ملايين منهم يجرون معاملات عبر الانترنت. ويتوقع الخبراء أن تشهد السعودية ازديادا في المعاملات الإلكترونية بسبب تدني اختراق البطاقات الائتمانية وباقات اشتراك الإنترنت المحفزة للعملاء، لتصبح أولى دول المنطقة من حيث معاملات التجارة الإلكترونية تحديا. يا مصباح لأخبار الآن، جدة. تبادل مغردون السعوديون صباح اليوم هاشتاغ رسميا رياضة البنات بالمدارس. تبادلوا هذا الهاشتاغ بالكثير من الجدل ما بين رافض للقرار وبين مؤيد وسعيد، حتى تدخل الناطق الرسمي باسم الوزارة لإيضاح الأمر.
ارتقى الوسم لأكثر الوسوم انتشارا على تويتر في المملكة العربية السعودية بأكثر من 43 ألف تغريدة حتى كتابة التقرير. وعلى الرغم من أنه لم يصدر قرار جديد من وزارة التعليم السعودية أو أي جهة رسمية بهذا الشأن، أثر ذلك تدخل إذن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه على موقع تويتر مبارك العصيمي، قال لم يصدر عن وزارة التعليم أي قرار أو تعميم جديد يتعلق بوضع الرياضة المدرسية في مدارس البنات. وعلى الرغم من نفي العصيمي لوجود أي جديد في الأمر، كان الهاشتاغ فرصة لتبادل الآراء حول الموضوع. قال الكاتب محمد المسعود على حسابه على موقع تويتر، قال الرياضة مهمة للجميع، تقي من الأمراض، ومن المفترض أن يتم إقرار الرياضة في المدارس من قبل 50 سنة. سعيد الشهراني استنكر معارضة الأمر من قبل البعض قائلا عبر حسابه لمن يعارضون الرياضة، دعهم يتحركون ويبتعدون عن الأمراض. أيضا أعربت مغردة أخرى أعربت عن سعادتها بالأمر حال تطبيقه قائلة، جيل أكثر صحة ورشاقة وصفاء ذهني بهذه الرياضة. وصلنا للختام، شكرا للمتابعة.